التحية مستحقة في اليوم الثاني للبوستر العلمي لقسم خدمات العلاج الطبيعي في مستشفى الإدارة. هذا مصدر حقيقة الفرح الشكر والتقدير لأكثر من 30 عضو في هذه الأسرة الذين قدموا حوالي 17 بوستر علمي أثبتت أن العلاج الطبيعي جزء أصيل من خدمات الفريق الطبي، وتنوعت ما بين أقسام الباطنة، الأطفال، الجراحة والأماكن الأخرى. أعجبني حقيقة دخول ووضوح الدور اللي يقوم فيه العلاج الطبيعي في الإكمو اللي هو الدعم الرئوي القلبي لبعض المرضى، حضورهم في حالات الفشل الرئوي وحالات الفشل الكبد وما بعد زراعة الكبد كانوا موجودين، علاقتهم بهشاشة العظام، علاقتهم بالتوحد، علاقتهم بالحالات المتقدمة في البناية المركزة وفي الأجنحة إلى أن يتعافى. الفكرة في مثل هذه الملتقيات هي الانتقال من ثقافة الكلامية إلى توثيق هذه التجربة، هذا يعزز حقيقة دور المركز أو القسم كمركز للتدريب بكل الأنواع، وهذه البوسترات تكون منصة للنقاش لتبادل الخبرات للتطوير والبحث. حقيقة أسعدني حضور باقي أفراد الفريق الطبي، وأسعدني الفرحة اللي قرأتها في عيون خواتي وبناتي من المشاركين والمشاركات. نتطلع إلى مزيد مثل هذه الملتقيات، ونطلع كذلك إلى أن نحتفل قريبا بافتتاح أبراج العلاج الطبيعي في محيط مستشفى الأعدام اللي راح يكون فيها برج للرجال وبرج للإناث وبرج للأطفال، ومجهز بأحدث التقنيات لنصنع فرقا ونخلق مركزا للامتياز في مجال العلاج الطبيعي والعلاج الطبيعي.